今天呢，我要给大家说一下一个事儿啊，就是我现在在的位置，我现在在这个一个海滨的地方啊，大家看一下，我现在那个为什么想给大家聊聊呢？就是关于外语节目当中，由于像咱们学习阿拉伯语，那么会遇到很多问题。那么学阿拉伯语其中一个很重要的问题呢，就是我们缺少对这个语言方面的理解和认识。我们普遍的学习外语一个最大的问题是什么呢？就是一般是我们听说读写背啊，这是基本上那个学习外语的基石，但是呢基本上都停留在读写背方面。读大家好说呢，阅读材料很多，现在啊不像我那个时代，我是在三十年前学阿拉伯语，这个还没有这个条件，没有很多的资料，想学地下外资料去了北京王府井啊，那真是坐火车过去，就为了买一本书啊，还不那本书还不够那路费呢。可是呢到那就那么寥寥几本书，内容很肤浅，不像现在我们可以通过网络来直接关注最新的新闻，来接触最新我们遇到的一些词汇。这个是我在那个时代所不具备的，也是大家现在学习外语来讲一个不是很难的方面啊。这个所以呢从那个角度来说呢，大家还是有机会把外语学好的，尽管阿拉伯语还是比较难的。我先跟人家讲啊，我手里拿着手机啊，可能图像不是很清楚啊，一阵一阵的晃眼，不过没关系啊，大家看一看周围的这个环境，我觉得还是有挺好的啊。像我生活在摩洛哥，我现在在一个海边啊，光线不好，所以我只能照一面。这个海边呢叫做穆雷布斯哈姆，在穆雷布斯哈姆这个地方呢，一般据说1960年的时候呢，有很多的本地人啊，有很多的像法国人、西班牙人或者葡萄牙人，他们来这边度假，包括意大利人啊。这后来呢人满为患，再后来呢摩洛哥的旅游景点越来越多，你像北部的丹吉尔，南部的像阿加吉尔啊，都是海滨，包括卡萨布兰卡、拉巴特啊，也有很多海滨城市，所以那个是他们的主要的景点了。而这个布斯勒汉姆现在基本上成为了本地人的旅游景点。你像我现在初步估算了得几万人，好几万人，而且这个海滩一直延伸到最北边的那个丹吉尔，南边呢也可以到达这个埃加迪尔，所以呢就光是布斯汉姆它本身是一个圆形的一个湖啊，所以它这个看上去不大一个城市，它的实际上的海边的面积反而很大啊。在这样的一个环境下呢，他们游人旅游人还是蛮多的，还可以照很多。我呢现在和这个我就不能照人们一个也挺漂亮的小姑娘，还有她的哥哥，这俩呢是一个表哥和表妹，应该是我老婆的表哥表妹啊，不是我的，他们来这旅游啊，就说呢来这旅游的同时呢，他们在下边我不照了啊，你不让照啊，那个来这旅游呢就说我们和他一块玩一会儿啊，反正我也算度个假吧。我把阿语的前四册弄完了，现在呀正在弄阿拉伯语口译啊，这方面的材料，经贸谈判与口译，这个东西，这个材料应该说还是有难度的，对于提高我们的口语和听力很重要。我觉得大家应该在这方面努努力，不要光在这个局限在读写背方面，听和说应该讲还是比较难的，因为它需要动脑子。读写背实际上我们总认为读写背动脑，读写背就是机械的东西啊，跟操作工类的，但这个听说则完全要动脑子，用耳朵听啊，用心去记一些东西，自己呢也要说，这本身说本身是一种组织语言的能力。所以在这情况下呢，如果你不在这方面努点力的话，不提高自己的语言表达能力的话，那么你就很难在这方面提高，这是一个很重要的方面啊。今天我在这个海边呢
有感而发啊，那个谈谈最近我新出的这个节目啊，这个语言那个口语方面的，我希望大家重视一下，学习口语还是很重要的。الدرس الثاني نستمر عن هذا الحوار حول سياسة الصين في التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي كما نعلم جميعا أن الصين بدأت تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح منذ عام 1978 فبدأت الصين حكومة وشعبا تعمل جديا في تنمية اقتصادها وتحسين مستوى معيشة المواطنين وبالفعل نجحتهذه السياسة الانفتاح هذه السياسة الانفتاح على العالم الخارجي والإصلاح الاقتصادي في ربع البلاد فبدأت هذه السياسة تطبيقفي تلك المناطق الساحلية تلك المناطق الشرقية مطلعة على السواحل البحر وكما نعلم أيضا أن المنطقة الاقتصادية حرة أنشأت في مدينة شنجن المنطقة الاقتصادية الحرية وكانت مدينة شنجن قبل تطبيق هذه السياسة عبارة عن قرية صغيرة يمارس الناس فيها في الزراعة والصيد الأسماك وما إلى ذلك أما الآن فأصبح شنجن من أكبر مدن في الصين إن الشعب الصيني تقدم سريعا خلال أكثر من 30 سنة أو خلال أكثر 3 عقود وإن الاقتصادقد تطور فائقا الآن نشوف سياسة الصين في التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي قبل سنوات كثيرة كانت هناك وزارتان وزارة التجارية الخارجيةووزارة التجارية الداخلية ووزارة التجارية الداخلية أيضا يسمى وزارة التجارة المحلية الآن فأصبحت وزارة واحدة اسمهاوزارة التجارة وهذه وزارة عن التجارة مع الخارجية والمحلية وهذه الظروف
وهذه الأقوال الواقعة نعلمها جميعا، فإن الأقاليم والمناطق فإن الأقاليم والمناطق في الصين غير متوازنة في تنمية ونمو. هناك تفاوت كبير في الظروف الجغرافية. في تلك المناطق الواقعة على سواحل البحر، النقل والمواصلات هناك سهلة. أما تلك المناطق الواقعة في غرب الصين فالمواصلات والنقل غير سهلة، وخاصة قبل عدة عقود، أي قبل عشرات السنين. إلى جانب ذلك، كل منطقة أو كل إقليم اقتصادها خاصة هناك تفاوت واختلاف. فبدأت الصين تطبيق سياسة الإصلاح على العالم الخارجي والإصلاح الاقتصادي. فبدأت الصين تطبيق سياسة الانفتاح على العالم الخارجي والإصلاح الاقتصادي. من تلك المناطق الواقية أو مطلعة على سواحل البحر، ثم يمتد شيئا فشيئا إلى وسط الصين وإلى غرب الصين. وسط الصين ليس وسط الصين، وسط الصين، غرب الصين. لا يمكن أن نتخيل مدى تخلف قبل تطبيق هذه السياسة، وهذه سياسة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي. حسنا، 大家翻译这几句话，现在开始。 现在你们把阿语翻译成汉语。 فأصبحت مدينة شنجن مشهورة جدا لأنها أصبحت رائدة الإصلاح والانفتاح. قد نجحت أهل تلك المدينة نجاحا باهرا. وأصبحت مدينة شنجن ناموذجيا مثاليا. فأصبحت تلك المدينة من قرية إلى مدينة المشهورة. هل تعرفون يا طلابنا ما هو شكر الصين قبل تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح؟ كانت معظم الشركات والمؤسسات الإنتاجية والتجارية من ممتلكات الدولة، ممتلكات الدولة يعني من
قطاع العام وقطاع الخاص. وبعد مرور أكثر من 3 عقود أصبحت الشركات الخاصة أو المؤسسات الخاصة نسبتها أكثر من نسبة القطاع العام. لذلك نجد أن الاقتصاد في بلادي وخاصة في تلك المناطق الساحلية ينمو بصورة كبيرة. الآن نشوف مصير الصين لسياسة الانفتاح على العالم الخارجي. في أول الأمر أنشئت المناطق الاقتصادية الخاصة ومنحت هذه المناطق سياسة متميزة لجلب الاستثمارات الأجنبية أو الخارجية. فمثلا تلك السياسة الضريبة المتميزة عن الشركات الأجنبية التي أنشأت في تلك المناطق الاقتصادية الخاصة. أيضا تلك السياسة الضريبية المتميزة عن الشركات الأجنبية التي هذه الشركات الأجنبية أنشئت في تلك المناطق الاقتصادية الخاصة. فتعفى منتجاتها أو عملية إنتاجها من الضرائب لمدة 7 سنوات. هل فهمتم؟ إن تلك الشركات الأجنبية أو المؤسسات المشتركة تعفى منتجاتها وعملية إنتاجها من الضريبة المالية. يعني هذه السلعة معفاة من الضريبة. ها 大家看一下，我说一下中文。经济特区最早从 1979年至1990年的3个地区，像深圳、珠海、厦门、汕头、海南省，最后是上海浦东。到 1984年开始，沿海各省主要城市也都开放了。 当然，现在我们开放的城市更多了。这张图表上基本到了1990年。يسير سياسة الانفتاح على العالم الخارجي تدريجيا في عام 1979. كانت تبدأ من مدينة شنجن وشامن وشانتو وجوهاي إلى مقاطعة هاينان وتنتهي إلى بودون في مدينة شانغهاي عام 1990. ولكن في السنوات الأخيرة مدينة بكين وتيانجين وهيبي وهنان وغيرها قد بدأت تطبيق السياسة. يعني بدأنا انفتاح على العالم الخارجي والإصلاح الاقتصادي من تلك المناطق الساحلية.
أوكل كلمانا تيكو واقيا في شرق البلاد. ثم امتدت إلى بقية الأقاليم الصينية أو صينية المتبقي حتى إلى ربع البلاد، وامتدت من المناطق التي تقع في وسط الصين أو في غرب الصين.